عليكم ورحمة الله. وللأعزاء، اليوم سوف نتعرض في الفيديو إلى معلومات تخص مرض يقلق الكثير من المربين، وهو مرض يعاني منه طير الكناري والطيور بصفة عامة. وقبل أن نمر إلى تشخيص هذا المرض وكيفية العلاج منه، نرجو منكم الاشتراك بالقناة، وذلك فضلا وليس أمرا. الآن سوف نتطرق إلى هذا المرض، ألا وهو مرض الرشح والخرخشة، أي الأصوات التي تصدرها العصافير أثناء النوم، حيث أن العصفور يصدر صوتا مثل الصفير أثناء نومه. وهذا المرض ينتج عن طريق تعرض الطير إلى تيار هوائي بارد أو أكل خس من الثلاجة مباشرة أو ماء بارد، مما يؤدي إلى التهاب القصبة الهوائية، وبالتالي يصبح الطير يصدر أصوات عند نومه بالليل. وكذلك نلاحظ أن الطير يظهر لديه تورم على جانبي المنقار، مثلما سوف نريكم لدى هذا الطير. لاحظوا معي، الصورة ليست واضحة، إن الطير يظهر بتورم على مستوى جانبي المنقار. والآن سوف نمر إلى كيفية علاج هذا المرض، حيث أن إذا لم نقم بعلاج العصفور سوف تتطور الحالة، ويصبح الطير هزيل، مما يؤدي إلى تسيف، والذي يؤدي بالتالي إلى موت. وأخيرا سوف نقدم لكم هذا الدواء الذي قمت بتجربته في هذه الحالات وأعطى نتائج جيدة، ألا وهو دواء الأليرجو زون، وهو دواء موجود بالصيدليات يقدم للأطفال الصغار. هذا هو الدواء الأليرجو زون، متوفر بالصيدليات وثمنه ليس باهظا. القارورة، نقوم بسحب القليل من هذا الدواء عن طريق هذه الحقنة وفتح فم الكناري ووضع قطرة داخله. يجب أن نتأكد من أنه قد شرب هذه القطرة، ونقوم بهذه العملية مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة قبل النوم. وأخيرا نرجو منكم أن تكون قد استفدتم من هذه التجربة، ونرجو الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم، إلى اللقاء في فيديو آخر.